مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام. كل عام والشعب السوداني والأمة الإسلامية بخير. ينعاد علينا وعليكم هذا العيد وأنتم في أتم الصحة والعافية. وفي هذا اليوم من أيام عيد الأضحى المبارك، احنا حنعيد على بعض الشباب النشيطين جدا في العمل الطوعي والمستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي عشان يقدموا خدمة لمجتمعهم ولأهلهم. مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال هي شبكات اجتماعية وأصبحت ظاهرة إعلامية واجتماعية جديدة تفرض نفسها على الواقع، بل أصبحت هي ذاتها واقع لا يمكن تجاوزه، وعندها القدرة على تخطي الحدود الزمانية والمكانية والتواصل بين الناس أينما كانوا في جميع أنحاء العالم. شكلت مجتمعات جديدة افتراضية متواصلة ومتشاركة في الهموم والاهتمامات. ضيوفنا الليلة هم مبادرين استفادوا من هذه الصفحات عشان يخدموا أهلهم ويخدموا الناس ويخدموا الحياة. نحن حنحتفل بهم وحتنقل في صفحاتهم في هذا العيد، وعشان نعرف أفكارهم ومشاريعهم حيكون بصحبتنا أيضا ضيوف أعزاء يجملون هذه الأمسية. هم مجموعة النغم الخماسي، نقول له كل سنة وهم طيبين، والفنانة المؤدية منى أيضا نقول لها كل سنة طيب. مرحب بكم مشاهدينا، مباشرة نرحب بأول ضيوف معانا في هذه الفترة، نغم سوداني، والليلة موضوعنا عن الجروبات. أول جروب حيكون معانا صفحة تعليم بلا حدود. أهلا ومرحبا بكم كثير ضيوفنا في الاستوديو. كثير وكل سنة وأنت طيب. ونهني الشعب السوداني بعيد الأضحى المبارك. مرحبا بك محمد مصطفى الشهير بمارلي. شكرا لك. مرحبا بكم. مرحبا بك يا سارة. أهلا وسهلا. سارة الفاتح كل سنة وأنتم طيبين. وأنتم طيبين. بداية احنا حننتقل للصفحة عشان نشوفها. عاوزين نعرف، كلمونا وش عن صورة الغلاف، يعني أنتم ليه اخترتوا الشكل ده بالتحديد؟ الغلاف يمكن بيكون بيحكي عن الفريق بتاع الإصلاحية اللي هو جزء من المشاريع بتاع التعليم بلا حدود. أيوه. يمكن ظاهر في الصورة بتاعته هي ذاتها عبارة عن مجموعة من المتطوعين متماسكين. في صورة على اليمين تقريبا اللي هي مكتوب فوقها فريق الإصلاحية، بتلقى انه في متطوعين ماسكين يديهم بعض، في زول زي خريج او لابس طاقية. فنحن دائما بنقول فريق الإصلاحية نسعى لرفعتهم. يمكن الصورة بتكون مجسدة في الغلاف انه ده هي ظاهرة قدامنا. نحن كخطوة اولى حنسجل اعجابنا، فريق برنامج نغم سوداني حيسجل اعجابه بهذه الصفحة، ونستأذنكم المشاهدين الكرام انه نمشي عشان نستمع الى لحن اول من النغم الخماسي ونعود نتواصل في هذه الفترة. كل سنة وانتم طيبين. وجد النفوس في أمان.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، شكرا جزيلا النغمة الخماسي على هذا اللحن الجميل بيتواصل معكم، وضيوفنا داخل الاستوديو سارة الفاتح ومحمد مصطفى مارلي. مرحبا بكم تاني. ناس تعليم بلا حدود، انت تقريبا فرع من تعليم بلا حدود الكبيرة. نحن مجموعة، هي اصلا كلها مجموعة واحدة. مشروع الإصلاحية هو واحد من مشاريع تعليم بلا حدود. تعليم بلا حدود اصلا هي فكرة او نشاط شبابي طوعي بيهدف لتطوير التعليم والبيئه التعليميه في شتى انحاء السودان عبر تفعيل المجتمع والتفاعل معه، بحيث يصبح المجتمع كله جزء من التعليم. يعني نحاول انه يغير في التعليم بالرؤيه بتاع التعليم، يعني هو عباره عن نموذج سهل ممكن نحن نقدمه كشباب للتعليم، نموذج سهل يستخدمه المجتمع. وانتم متخصصين في الاصلاحيه، لانه هو التعليم بلا حدود إصلاحية الجريف، يعني في 1800 عضو تقريبا في الصفحة. نحن حنتنقل فيها كده، لكن كده نختار حاجة. واحدة من المشاركين في الصفحة آية صديق، آية منزل بوستكات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير. يلا جونا تاني ثلاثة ممتحنين تامنة وما عندهم كتب، السنة مشى نصها محتاجين كتب تامنة بشدة، أي زول عنده أي كتاب لأي مادة أو جديد أو قديم المهم إنه يجيبوا لنا. سارة كده كلمين عن الـ عن الـ عن الفكرة بتاعت يوم السبت، وأنتوا بتعملوا شو تحديدا في الإصلاحية؟ طيب هو يوم السبت تحديدا هو يوم تعليم في الإصلاحية، يعني هو اليوم الأساسي حقنا، فبنشتغل فيه برامج ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت. يعني البرنامج بيكون ترفيهي، تختلف البرامج، ممكن يكون رسم، ممكن تكون ألعاب، ممكن نعرض عليهم فيلم، وممكن نعمل لهم مسرحيات، وممكن هم يشاركوا نفسهم في البرنامج اللي احنا بنعمله ده. بس الفكرة ده من البرنامج ده بيكون عنده هدف تعليمي، يعني بنكون بنحاول نوصل من خلاله معلومة معينة أو نتكلم عن موضوع معين يكون مفيد بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت هم يكونوا يعني أخذوه بطريقة ممتعة. أيوة أخذوه وهو مستمتعين. طيب مارلي، يعني برضو عندكم فكرة إنه حابين يكون في مدرسة نظامية في 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 الإصلاحية، وزي ساعدتوا في الموضوع ده، يعني ده برضو واحدة من مبادراتكم أنتوا اللي كنتوا عايزين تعملوها. نحن بدأنا الشغل في الإصلاحية في العام 2011. الفكرة إنه لقينا الأطفال ديل، يعني هم أغلبهم يعني ممكن يتعلموا، أو في أطفال كمية منهم إنهم وصلوا في السلم التعليمي لمراحل مختلفة، في منهم القراءة، في منهم ما قرا. بدينا بمشاريع يمكن هي أصغر من أنها تكون مدرسة نظامية. بدينا بمشروع أول شيء علم خمسة، وعبارة عن مشروع إنه أي متطوع بيكون متبني خمسة من الأطفال، بيجي في الوقت بتاع الفراغ بتاعه، بيجي بعلم الخمسة ديل الكتابة والقراءة. يجينا إنه في بعض الأطفال هم وصلوا ل يعني وصلوا مراحل سنية كويسة، خامسة ماشي سادسة، فبدينا الموضوع بتاع المدرسة الصيفية. بنشتغل معهم كمدرسة صيفية كإسناد لون، لما المدرسة تفتح كده قوم نشتغل معهم. ساعين زي ما قلت لمدرسة نظامية، لأنه المدرسة الموجودة في الإصلاحية هي بتأدي دور محو الأمية، فنحن نسعى إن يكون في مدرسة نظامية في الإصلاحية بتدرس المقرر من الصف الأول للصف الثامن كالمدارس الموجودة. طيب يا سارة، يعني انتوا عايزين تعملوا مدرسة وإنه تدرسوا عدد من الصفوف، بتحصروهم كيف يعني في الأول؟ بتتعاملوا معهم كيف ذاتهم الأحداث اللي هم موجودين في الإصلاحية؟ يعني بتعرفوا كيف، يعني اول ما تمشوا بتعرفوا كيف انه ده في سنه ثامنه فعلا هو مفروض يمتحن ثامنه، طيب او ده خامسه فعلا مفروض يمتحن خامسه فعلاً. طيب هو بالضبط اصلا يعني فكره المدرسه الصيفيه زي ما قال مارلي هي جات كانه هي امتداد يكون مدرسه نظاميه، فاحنا حاولنا انه احنا نبدا بالمشاكل اللي اصلا قولنا انه بسببها ممكن يكون ما في مدرسه في الاصلاحيه. فبدانا اول شيء نشوف انهم الصفوف حيكونوا فيها، فاحنا كنا بدنا نعمل نبدا باربعه فصول، فقمنا سألنا كل واحد من الأطفال إنه هو لما دخل إصلاحية هو كان فيها سنة. نحن اتمنى أول شيء على الكلام اللي هم بقولوه. بعد ذلك لما بدأنا المدرسة كنا بنعمل تقييم شهري. التقييم يعني كنا بنغير فيه بين الفصول، لأنه حسب المستوى اللي هو حق الولد نفسه، ما الفكرة في السنة اللي هو دخل فيها الإصلاحية، الفكرة في إنه مستواه فيها سنة. فحتى مثلا الصيفية لما جات وتعادت تاني، يعني هي كانت تنفذت أول مرة قبل سنة، وهسه الصيف الفات كان في مرة صيفية تانية، فاعتمدوا على اختبار تحديد المستوى. فإحنا ما عندنا مقياس معين إحنا نقدر نحدد به مستوى الأطفال، بالذات الدخل وهم أصلا داخلين مدرسة ما بنقدر نحدد تحديدا، إلا الناس اللي بيجوا أصلا في سنين حساسة، يعني بيكون مثلا في تامن أو في الثانوي بيكون مستواه فعلا قدر الفصل اللي هو فيه. طيب المتطوعين في المبادرة دي، هل انتم حاسين انه العدد ده كافي انه بيغطي بعد ذاك احتياجات العمل بتقوم به في الإصلاحية دي بكل المناشط الثانية؟
ما دائما، يعني يوم السبت مثلا ممكن يكون في متطوعين كتار، لانه يوم السبت اصلا يوم فاضي، يعني بكون عطله لاغلب الناس في الجامعات الشغالين كذا، يعني نادر ما تلقى زول شغال يوم السبت. لكن بالنسبه لانه بدنا نتعلم خمسه مثلا، يعني المتطوعين كلهم طلبه، طيب كذا عارفين عليهم اكثر، والله في ناس موظفين في مسؤولين، لا مختلف الاعمار، يعني تلقى في ناس طلبه جامعات، وبتلقى في ناس متخرجين، يعني مثلا في ناس شغالين، يعني في اعمار مختلفه المتطوعين. فبرنامج يوم السبت زي ما قلت لك، يمكن لانه اليوم اجازه ممكن يجوا ناس كتار، لكن انه يجي متطوع ويلتزم لك مثلا بعدد ايام معينه في الاسبوع بتكون صعبه. يعني مثلا عاده ممكن ما يفوت العشرة متطوعين الملتزمين فعلا انهم يجوا الاصلاحيه يداوموا فيها اسبوعين او ثلاثه اسابيع. فدائما بتواجهنا المشكله دي في موضوع الالتزام، يعني دائما برنامج علم خمسه بالذات، يعني انت لما تجي ومثلا نكلفك انك تمسك الخمسه اولاد ديل تقريهم في ثلاثه شهور مثلا، انت المفروض توصلهم مرحله معينه، فالحاله دي بتكون ملزمه، فبتكون يعني طالبه زول يكون متفرغ مثلا في وقت معين. يلا احنا عاده ما بناخذ جدول ثابت وبنحدد وقت الفراغ للمتطوع نفسه، حاولوا ما تضغطوا عليه في وقت بالضبط كده. يعني دائما لما انت جاي بنقوم بقول لك انه انت فاضي متين، انت الوقت اللي انت فاضي فيه مثلا شغال الصباح مثلا بتجي العصر، مثلا شغال دوام بالمساء بتجي الصباح، بتحاولوا بعد ذاك انه التوازن تشوفوا زول الوقت المناسب. ايوه بنحاول يعني نعمل الجدول حسب الوقت الفاضي بالنسبه للمتطوعين. انا عجبني جدا انه يعني طرق التعليم ذاتها مختلفة، يعني بعد ذاك في ترفيه، عرفنا انه في مباريات كانت قاعد بتقام يعني بين ناس تعليم وبين ناس الإصلاحية. في مباراة كده نازل غلبوكم فيها 9-1 ولا 9-0 يا حمد؟ 9-1 تقريبا، حتى 9 للإصلاحية 1 لتعليم بلا حدود. حتى يعني الحاجة الغريبة انه الجون جاء من تعليم الأول والتسعة جات انهارت أمطار كده بتاع الأهداف. دي تقريبا المباراة رقم كم كانت؟ يعني دي آخر مباراة كانت، آخر مباراة ضبط فيها 9. نحن الفكرة بتاعت الكورة بتاعت الغدم أو المناشط، نحن بنحاول ندمج الأطفال مع المجتمع، بنحاول نتعايش معهم في كل الحالات، يعني حتى يمكن نحن بنحس إنه الكورة دي ذاتها جزء من التعليم. أنا حسبك دار تقنية تقول لي والله خليناهم يغلبون عشان نعلمهم إنه الفوز والخسارة وكذا، هو نزل لاعبين والله بصراحة غلبون. ما في أي اثنين ثلاثة بتداوموا دائما على المباريات دي؟ يكون كله كم يعني؟ يعني كل فترة، يعني ممكن كل شهر بيكون في مثلا مباراة، غير المباريات بيكون في برامج ترفيهية، يعني دائما نحاول نحتفل معهم بالأعياد، بنحاول نحتفل معهم بالأعياد الدينية أو أعياد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، مرات بيكون مثلا أعياد بتاعت نجاح، أو مثلا يعني كل سنة دراسية بنحاول نكرم الطلبة المتفوقين وكده في الإصلاحية ذاتهم. طبعا على سيرة العيد، ونحن في العيد بنعيد كمان تاني على الناس، وعاوزين نهديكم ونهدي كل الناس اللي بيشاهدونا عيدية تانية من نغم سوداني مع فرقة النغم الخماسي. نتابع ونعود لنتواصل في الحوار.
شكرا جزيلا النغم الخماسي ومنى مجدي، شكرا على هذا اللحن الثاني في هذه الفترة، نغم سوداني. بتواصل معاكم لسه داخل الاستوديو معانا تعليم بلا حدود. حنرجع للصفحة سريع نشوف برضو واحد من المنشورات اللي نزلت في الصفحة. يا جماعة المنشور تقريبا منزل انت محمد بارلي، قول يا جماعة عاوز لي زول في ماليزيا، لانه عندي صديقة اتصلت عليه وبلغتني انه في زول عنده قرابة 1000 كتاب وعاوز يتبرع بهم للمكتبة، بس بصراحة ما عنده سكة يشحنهم او يوصلهم، فعاوزين زول يتبرع بتكاليف شحنهم او يوصلهم لنا كده. اول شيء قبل ما اتكلم عن الحاجة دي بالتحديد، يعني عادة انتوا الطلبات اللي بتقولوها في الصفحة والمنشورات بتلقوا تجاوب مع الناس خارج الفيس؟ هي الفكرة منه يعني نحن معتمدين على الصفحة، إذا كان ممكن زول من ناس الصفحة ذاتهم أو في الجروب ممكن يوفر الحاجة أو ممكن تتشير، يعني عندنا ممكن حاجة زي شير، يعني ممكن أنت عمل الموضوع ده شير فبتتنقل لأصحابك ذاتهم أو أصدقائك أو من الناس كلنا الداخل للفيسبوك، فممكن يساعدونا في الحاجة دي، فدائما مرات بنتوفر يعني. لا يعني أنا قصدي لك إنه زول شاف الحاجة دي فبقوم بيتصل بيكم بعد ذاك طوال، يعني أنا ممكن الموضوع شبهي بيجا كويس كده، لانه في زول كان ماليزيا بالذات لانه بس في زول اتصل علي قال لي انه خلاص لو جاك الرقم بتاع زول في ماليزيا عشان عنده زول في السفاره هناك ممكن يقوم يتصل عليهم كده. قصة الكتب من ماليزيا دي يعني هي معناتها ما كتب تعليميه، يعني هي كتب تثقيفيه، ده برضو واحد من ادوار واحد من المشاريع اصلا هو نحن قايمين به مجموعه التعليم بلا حدود، اسمه المكتبه العامه هو اسمه مشروع مكتبتنا. فالهدف منه هو نحن ساعين انه نعمل مكتبه عامه في بابا كوستا، مطعم بابا كوستا في شارع الجمهورية. الفكرة إنه الناس أو عدد كبير من المطوعين هم يجمعوا كتب عامة كتكون مكتبة ثقافية عامة. العضوية بتاعت عبارة عن 3 كتب، بعد ما تتبرع ب3 كتب يكون حق لك إنك أنت تستلف منها كتب. يعني هي فكرة بتاعت مكتبة عامة متاحة لكل الشعب السوداني. طيب يا سار، بما نحن في العيد يعني برضو أنتم في العيد عندكم مناشط تعملوها سواء كان في العيد الصغير أو في الضحية ده. بالنسبة لنا الإصلاحية، بالنسبة لنا الإصلاحية بكون في برنامج ترفيهي دائما مع العيد، يعني نمشي بنحتفل مع الأطفال يعني بطرق مختلفة، يعني ما دائما بيكون في فورمة معينة للبرنامج اللي بتعامل في العيد، بس بيكون فيه حاجة منه، يعني مثلا هسه احنا في عيد الضحية فالبرنامج لازم يكون فيه لحمة لازم يكون فيه ضبيحة ولحمة وكده، فبكون واحدة من البرامج، ممكن يكون برضو في كورة في ألعاب كورة ابو 9-1 دي حق وضع الكورة ده أجل شوية عملوا تمرينات كثيرة كده عشان تحصلوا بعد ذاك المستوى بتاع الشباب ديل ما عرفنا نعمل معاهم شنو ذات كل مرة نحن مغلوبين. طيب يعني كيف تتعاملوا معهم يا محمد؟ يعني في ناس كتار بيفتكروا انه الزول في الإصلاحية ده يعني هو بالتاكيد نفسيته مختلفه، قد ما يتقبلك انت عايز تجي تساعده، ما احتمال الموضوع ده بالنسبه له ما يكون حاجه كده مريحه يعني، فكيف انتم تتعاملوا مع الاطفال دول؟ اول حاجه يعني الناس لما جات بدت الشغل في الاصلاحيه، الكلام ده في عام 2011 بدت كزياره للاصلاحيه، انها بتقعد معاهم تحاول يحكوا للناس الحاجه اللي جابتك انت الاصلاحيه شنو، يعني لقوا قبول من الاطفال بتاعنا الاصلاحيه ذاتهم، ولقوا قبول جيد جدا من الاداره. يعني نحن المشاريع بتاعتنا دي كلها ممكن بنخطر بها الإدارة وما حصل يعني وقفت يعني معنا في علاقة تواصل بينكم إدارة الإصلاحية. أي مشروع نحن قايمينه في الإصلاحية الإدارة بتكون على علم به، وذاتها مرات بتبادر معنا يعني في حاجات. سعيد أنكم تسجلوا الفعالية دي أو المنشط ده يعني تعليم بلا حدود، أنه تكون حاجة مسجلة تكون منظمة أو تنضوي تحت أي مسمى رسمي؟ الفكرة بتاعت تعليم بلا حدود هي أصلا فكرة إنها يعني زي ما قلت لك قبل انها هي تكون نموذج ساهل للمجتمع، فنحن فكرتنا في الاصلاحيه يمكن يعني زي ما تقول عايزين نسلط الضوء من المنظمات اللي هي شغاله عندها مجال بحقوق الطفل، اللي عندها مجال في التعليم الاصلاحيه يعني كده. بجد يعني المفروض نقوم نعمل اكبر كميه من الشبكات في تكون بتصف في الاصلاحيه ذاتها، انها ممكن تقدر تقدم، لانه زي ما قلت لك نحن عباره عن مجموعه بتاع شباب متطوعين وما عارف نكون قاعدين او يكون عندنا وقت تاع فراغ بنتين كده كمان. طيب يا سار، يعني مجموعه من الشباب بيقطعوا من زمنهم عشان يجوا للاصلاحيه عشان يعلموا اخوانهم الصغار ديل ويعني ويرفهوا لهم وكده، الحاجه دي يعني هل حاسين انه في مردود نفسي بالنسبه لكم انتم ذاتكم يعني كمتطوعين؟ يعني في ناس كتير بيسالوا انتم مستفيدين شنو من القصه دي؟ لا اكيد طبعا، يعني الحاجه دي ممتعه بالنسبه لك انت كمتطوع، يعني انت لما تمشي الاصلاحيه مثلا تبرمج مع الاولاد تقرا لهم قصص او حتى مثلا انك انت تقري زول، يعني في النهايه انت بتنفع، يعني تخيل انه احسن حاجه ممكن الزول يقدمها لزول انه هو يعلمه،
يعني انه زول جاء في حته وتحرم من حاجه يعني زول قرى مثلا وصل لحد 5 أو 6 ولاي ظرف إن كان هو تحرم من انه هو يواصل قرايته فانك انت تساعده على الاقل يعني وتحفزه انه هو لما نطلع انت تكون متاكد انه الزول ده حيطلع وحيواصل قرايته انت بتكون قدمت له خدمه كبيره انت نفسيا بتكون راضي على الحاجه اللي انت عملتها يعني تكون مرتاح. في 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 جزء من الاطفال ديل امتحنوا تقريبا امتحانات تامه يعني في السنه ده والسنه اللي فاتت واللي قبليها يعني فنسبة النجاح بتاعتهم بتكون كيف؟ والله هي نسبة النجاح يعني مقدرة والله بتتفاوت لأنه في أطفال يعني بتم لهم السماح إنه يقوم يقروا في مدارس برا أو في أطفال مرات بتجي يعني بيكون ممتحنين لكن هم جو ما رحبوا معنا في الفترة إنه نحن نقوم نراجع معهم يعني بيكون جالي إصلاحية قبل مثلا 3 شهور من الامتحانات فبنبدا مع اول مشروع بتاع المراجعه فهو بيكون مستواه ضعيف يعني اكثر حاجه بيكون مستوياتهم ضعيفه فبقوم نشتغل معه الشغل بتاع المراجعات لكن يعني لقينا نسب بتاعت نجاح فزي ما قالت ساره يعني الحاجه بتدفع الزول انك تقوم تشتغل في الاصلاحيه انه تسمع بيتخذ في ظروف زي دي نجح. طيب يعني ختاما بتطمحوا بشنو يعني الحاجه اللي عاوزين تصلوا لها شنو في 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 الموضوع ده يعني لقدام خططكم شنو؟ والله التعليم يمكن يكون ما عنده يعني خطط في الاصلاحيه فاهمين التعليم زي ما قال لك محمد يعني فكرتنا انه يكون في كل مجال في منظمة مسؤولة من الأطفال ده يعني في الناس المختصين بجانب النفسي في الناس المختصين بكده بالجانب حقنا حق التعليم إحنا بنتمنى إنه يكون في مدرسة نظامية في الإصلاحية يعني دي الحاجة اللي ممكن توقف شغل تعليم أو الحاجة اللي ممكن تكون طموح تعليم في الإصلاحية إنه يكون في مدرسة نظامية. نعم إحنا سعيدنا جدا بالحوار معاكم ودردشة طبيعي درجة في العيد ده وإن شاء الله ربنا يوفقكم يعني في المهمة اللي بتقوموا بها دي ورسالة كده لأي زول بشاهدنا وعجبوا المجهود اللي انتم بتقوموا به وعاوز يساعدكم يعني ممكن يعمل شنو؟ أنا غيرت بقول إنه كل مشاريع تعليم بلا حدود زي ما قلت هي عبارة عن نموذج ساهل فياريت كل زول يقوم يشير النموذج ده يقوم يطبقه في المجتمع بتاعه أو في الحي بتاعه يعني المشاريع بتاعتنا دي كلها بتاع جمع الكتب بتاع صيانة المدارس المكتبة العامة يعني مشاريع كلها بتصف في التعليم بتصف مثلا في المكتبة يعني نقل الثقافة انه اي زول يكون بيقرأ يعني كان مثلا مشروع القراءة انه المفروض اي زول يكون يعني اذا عايزين نوصل للقراءة انه هي حاجة سهلة اي زول يكون بيقرأ في المواصلات دي ما حاجة صعبة هسي نحن بالنسبة لنا انه سلوك يعني انت تطلع كتاب انت في المواصلات الناس تكون بتقعد بتعلق باستغراب فنحن عايزين ننقل الثقافة انه الناس تفتح كتاب انه الكتب بدل ما تكون مركونة في البيوت الناس تقوم تتبرع بها للناس المحتاجين لها لانه يعني الكتاب ممكن يكون يعني ممكن يستهلك باكثر مرة ما زي الأكل ما زي الشراب ممكن تقرأه وتديه للزول جنبك قالوا عز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان الكتاب شكرا لكم انتم برضو كنتوا خير جليس يعني في هذه العجالة نتمنى لكم التوفيق بالتأكيد سارة الفاتح محمد مصطفى مارلي عبركم من حي كل الأعضاء النشطين في الجروب والغير نشطين في ناس بيعملوا لايك وبكونوا فترانين كده اتمنى انه ينشطوا وتواصلوا نشاطاتكم وربنا يوفقكم ان شاء الله شكرا لكم ان شاء الله تسلم يديك العافيه ده كان جروب واحد من جروبات نغم سوداني لسه مستمر معكم جروب اخر بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مشاهدينا عدنا بعد هذا الفاصل نتواصل معكم في نغم سوداني كل سنه وانتم طيبين وموضوعنا الليله الجروبات جروب ثاني متواجد معنا هنا داخل الاستوديو عضويته والناس اللي سجلوا فيه اعجاب بلغوا 56,000 ما شاء الله عيننا بارده هو جروب شارع الحوادث بنرحب بهم كثير بنرحب بكمال معيز اهلا ومرحبا بك داخل الاستوديو ونادين السر مرحبا بكم كثير اهلا ومرحبا بك كل سنه وانتم طيبين وانت طيب والساده المشاهدين بخير وعافيه كيف مع العيد اللي ما دي والله عيد طيب طبعا عيد اللحمه لكن انتوا ظريف انتوا شويه يعني الناس اللي بيكونوا متطوعين دي يعني عيدهم بيكون مختلف يعني غير الناس اللي بيكونوا عايدين مع اهلهم بس بتعيدوا مع اهلكم وبرضه مع الناس اللي بيكونوا محتاجين لكم كده طبعا عيد انت بتعيد زي كل صلاه العيد حدك مع الناس تمشي بعد داخل المستشفيات حسب وجودك في اي مدينه بنطبخ جوا المستشفيات كعاده اللي يمكن عيد او عيدين بنكون جوا المستشفى بنكون مع الاطفال واهلهم اللي هم صادف انه العيد يكونوا هم موجودين داخل المستشفى ما قدروا يمشوا لاهلهم احنا بنكون نحاول نطلعهم شويه من الجو بتاع المستشفى
من خلال جو اللحمة وحسسوا إنه ريحة الشيء والحاجات والألعاب والأطفال شديد. أيوة مرحبا بكم كثير. ونحن مباشرة هنخش للصفحة بتاعتكم صفحة شارع الحوادث ونسجل إعجابنا بهذه الصفحة وبمجهودات كبيرة أنتم بتقوموا بها هنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الاستضافة وفي هذا الحوار. لكن قبل ما نبدأ نتكلم عنها هنتكلم برضو عن صورة الغلاف، يمكن هي شكلها مختلف ظهر فيها جدا كلمة شكرا، حيتكلم برضو عن شعاركم. لكن نمشي نستمع إلى لحن من النغمة الخماسي وبعد ذلك نعود نتواصل داخل الاستوديو.
شكرا جزيلا منى مجدي والنغم الخماسي على هذه الألحان الجميلة. وتواصل معكم مشاهدينا ورحب مرة تانية كمال معز ونادين السير من جروب شارع الحوادث. نبدأ أول شيء بصورة الغلاف اللي هي ظهر الصمم منو من ناس الجروب وفكرته شنو يعني؟ والله صمم منو ما أتأكد حاليا لأنه مرات عادة بيكون في غدير زميلتنا غدير هي اللي بتصمم دائما الشعارات لكن أنا عشان الحق الأدبي للزور الصمم ده ما متأكد بالضبط من التصميم لكن التصميم فكرته زي ما ظاهر في بيوت احنا طبعا الشعار المكتوب شكرا وشكرا للناس اللي تبرعوا الناس اللي ما بنعرفهم يتبرعوا لناس ما بعرفهم فهي وكاتبين شارع الحوادث بيتنا فالبيوت دي احنا ممكن نقول واحد منا هو شارع الحوادث وهو بيتنا هي بيوت تبرعت لبيوت ما بتعرفها داخل المستشفى انتشار لقيمة الخير يعني. نعم. كلمينا يلا برضو كده عن الأفكار والأهداف بتاعت الصفحة. هي صفحة شارع الحوادث يعني نحن في هنا في هي شارع الحوادث طبعا هي حاليا في أكثر من ولاية أنا حتكلم عن ولاية الخرطوم عن الصفحة داخل ولاية الخرطوم اللي هي حاليا نحن شغالين في أكثر من 5 مستشفيات داخل الخرطوم هنا. الصفحة تعتبر المورد الرئيسي لل يعني للإعالات إذا كانت مادية أو صور أو كذا فنحن نكون عندنا حالة مثلا في المستشفى بنقول بنرفع الصفحة بنرفع الحالة دي في الصفحة يعني هي صفحة عندها أدمن من الجروب نفسه بتاع شارع الحوادث هو مسؤول منها يعني أي وارد فيها بيكون هو أساسا يعني نحن شيكناه وتأكدنا من إنه ده حالة محتاجة وكذا فبنرفعها في الصفحة وبعدين بيحصل التفاعل ما بيننا نحن يعني كصفحة وما بين المجتمع التفاعلي الإسفير يعني في الفيسبوك وكذا ويعني الحمد لله لغايه الان اي حاجه قاعد نرفعها قاعد تجي على يعني الشير قاعد يكون كويس شديد والناس قاعد تحاول تتفاعل قدر الامكان مع الحاجات اللي احنا الحالات اللي بتكون محتاجه. نعم كمال يعني كيف بتنظموا روحكم انتم ذاتكم كمتطوعين في الصفحه دي لانه موضوع شارع الحوادث ده بيحتاج جري كده بيحتاج همه داير الناس يكونوا دائما نشيطين انتم يعني احنا شفنا بتكتبوا انه فلان الفلاني محتاج لقزاز الدم مثلا في مستشفى كده رقم المرافق بتكتبوا ارقام التلفونات يعني كيف بعد ذاك انتوا ذاتكم بتتواصلوا مع الناس اللي حابين يتبرعوا ويساعدوا ديل؟ طيب في حاجتين عن الدم ما شرط يكون بنعرف الزول يعني الدم مرات ممكن زول يرسل لي انا كمال اقوم ارسل للناس في الصفحه او عن طريق واحد من ارقام التلفونات الادمنز في شارع الحوادث بنزل الرقم التلفون والحاله في المستشفى. بالنسبه للحالات اليوميه دي ما بتتم بصوره بالتاكيد زول ما بنعرفه لانه احنا موجودين في كل المستشفيات بننزل الحالات بتاعتها فبيكون في مشرف في ورديات داخل المستشفى بيكون في مشرف مسؤول عن انه هو يرصد الحالات المحتاجه في المستشفى
بعد ما يشوف الحالات اذا متواجده قروش في الورديه او لا يشوف الحالات اللي ممكن يعملها الاولويه للحالات المستعجله. خلاف ذلك بيقوم بيرسل الحالات دي للصفحه بتاعت شارع الحوادث مع اسعاره بتنزل الاحتياجات بتاعت اليوم كله في الصفحه. أيوه. بتكتب رقم شارع الحوادث الموحد مع الحالات بيتصل اللي هو رقم الامين المالي بتاع شارع الحوادث بتكتب الرقم بيتصلوا عليه وبتيجي بعدها القروش تتحول حسب الحاله هي موجوده فيها في المستشفى تصل للناس. طيب نادين يعني المتطوعين والناس المشاركين في الصفحه دي يعني هي موضوع اقرب لانه طبي يعني انتم كلكم لكم علاقه بمجال الطب ولا ما في والله ما كلكم والله ما في اصلا زول عنده علاقه بهذا المجال؟ يلا هو على التطوع ده عموما يعني فيه التنوع، انت بتلقى المتطوع اللي عنده مجال بالمجال عنده علاقه بالمجال الطبي وفي غير ما عنده علاقه بالمجال الطبي. يعني حتى الورديه ذات المشرف فيها احيانا ما يكون عنده علاقه بالمجال الطبي، لكن احنا بنتفادى الحاجات دي كيف؟ بانه بنتعامل بشكل مباشر مع الدكتور المتابع للحاله. يعني احنا من نستلم الروشته بتكون يعني اهم حاجه فيها انك تستلمها من الدكتور المتابع للحاله ذاتها عشان تعرف الحاله الطبيه هي شنو مدى الاحتياج حقها السرعه العجله الحاجات دي. عشان كده يعني كوني انك انت تكون عندك علاقه بالحقل الطبي او ما عندك بتكون متعادله داخل الورديه طالما انك بتتعامل مع الكادر الطبي الموجود بالمستشفى بشكل مباشر. بيبقى الحاجه الثانيه المهمه اللي هي الاحتياج المادي اللي هو نحن بنرفعه ده بنتاكد منه نحن برانا. أيوه. لو ترجع العنبر بتلاقي العيان واهله بتحاول تفهم منه حالته عامله كيف بعدين بتقوم بترفع الحاله عندك. طيب نحن هتواصل معكم في الحوار وحنتجول لسه في الصفحه لسه عندنا كلام كثير عشان نعرف الناس على شارع الحوادث، لكن نمشي نشوف لحن قادم من النغم الخماسي وهم بيجملوا هذه الامسيه بالتاكيد يعني باصوات مختلفه وموسيقى ايضا مختلفه. نستمع ونعود لنتواصل. شكرا جزيلا نغم الخماسي امتعتونا في هذه الامسيه كل سنه طيبين مره ثانيه. لسه متواصلين معكم كمال معيز ونادين السير من صفحه شارع الحوادث. يعني برضو واحده من الحاجات اللي عرفنا انه انتم قدرتوا انكم تعملوها وقمتوا بها اللي هي غرفه عنايه مكثفه في مستشفى مدرمان.
كده كلمنا عن فكره الغرفه دي بدات من 200 وانتم الان وصلتوا يا تو مرحله. طيب هتكلم في الاول الغرفه دي قامت ليه اصلا؟ ليه الناس فكرت تعمل الغرفه دي؟ عنايه مكثفه. كان في حاله بتاع الطفل محتاج يخش غرفه عنايه مكثفه. القروش محتاج تدفع مبلغ معين في مستشفى خاص. المبلغ ده قد يكون كبير حتى لزول قادر. القروش في اللحظه دي متوفرت، الناس اجتهدت تلمها، بكل اسف الطفل مات قبل ما الناس توفر القروش. الناس في صغيره لحى الجزري، احنا بنعتمد على انه بننزل الحالات اليوميه، الحاله المحتاجه زي ما قلت تستنى. عندنا ادويه مرات بنتعامل بالدين، لكن حال الطفل يخش مستشفى خاص لازم يتوفر نقدا مبلغ معين عشان الطفل يخش، غير علاجاته بعد ذاك للايام الباقيه. يعني هم من الباب ما بخش ما لم يتوفر المبلغ، ما لم يدفع. فالناس قال لازم تحل الموضوع ده حل جذري، انها تفكر تعمل غرفه بعد عنايه مكثفه مجانيه للاطفال. الناس بدات من الصفر. الغرفه بس موجوده كمبنى، الناس بدات اعمال مدنيه. طبعا غرفه عنايه مكثفه محتاجه لتجهيزات معينه. بدات من الاعمال المدنيه، تجهيزها كامل حسب المواصفات المحتاجه لغرفه عنايه مكثفه، من ارضيات معينه، من جدران طلاب بتاع جدران معين، من تكييف معين، كل التفاصيل المحتاجه لها من الاعمال المدنيه اتجهزت. الاجهزه الاساسيه كلها متوفره الحمد لله. الغرفة خلينا أقول دعم كل سوداني، لأنه عندنا رقم تحويل رصيد، اللي تبرع بجنيه هو ساهم. الغرفة ماشية على أكثر من 2 مليار جنيه سوداني بالقديم، دي كلها تبرعت من خلال التاجر المشاني له اللي ادانا 12 طن أسمنت. أي زول ساهم بنمشي أي حتة بيكون فيه إنه يا تشتري حاجة مجاني يا ساهم. أيوة يعني في واحد بيتكلم معه إنه السعر قليل من السعر، قال لي من واحد منهم قال لكم اصلا حدفعكم. يا سلام. فخلينا نقول الغرفه دي ساهم فيها كل سوداني. هي ما في جهه معينه او شركه او شخص معين، الناس كلها ساهمت، متطوعين وجهات احنا احتجنا لها في الغرفه هي ساهمت معنا. الحمد لله حس الغرفه على مشارف الافتتاح بتاعها، باقي فيها باقي اقساط السراير. شوف حتى الشركات مثلا تعاملت معنا بالاقساط. أيوة. سواء الاجهزه سواء السراير، التعامل كان حتى بصوره جميله جدا جدا، كان في تكاتف مجهود كبير يعني. فباقي الاقساط حق الاسرائيل والكراسي المفروض للاستاف المكاتب بتاعتهم. طب يا نادين، يعني العلاقه بينكم انتم بين بعض، يعني احنا قبل ما نبدا تسجيل الحلقه دي انتم والجروب اللي كان قبلكم في جروب ثاني كمان حيجي، يعني لما تتونسوا كده الواحد بيحس ان انتم مع بعض، يعني زي كانكم اصحاب. يعني هل فعلا انتم اصحاب ولا بس بيلمكم العمل الطوعي؟ هو نحن عموما التعاون ما بين المبادرات بتاعت العمل الطوعي بيكون يعني فيه جانب اجتماعي كبير، لانه اساسا الهم اللي خلى الناس تشتغل في المجال بتاع العمل الطوعي ده هو واحد. يعني لينا نحن في شارع الحوادث كان همنا الاساسي انه نوفر دواء ونوفر دم ونحاول انه يعني نساعد قدر الامكان الاطفال المحتاجين للمساعده. بالمقابل في تعليم بلا حدود كانت الفكره الاساسيه انه الحركه بتاعت التغيير الاجتماعي والتنميه تنميه البيئه التعليميه عموما. فالمتطوع لما يطلع الشارع عشان يشتغل او لما هو اساسا تكون عنده البادره بتاعت التطوع دي، بيكون فكرته انه المساعده وانه يدي قدر ما يقدر. فلمتنا الايفنتات، بيكون عندنا ايفنت مثلا في تعليم بلا حدود، الناس بتحاول تشتغل، خاصه الايفنت بتاع المشاريع بتاعتهم بتاعت اضرب واهرب، انا بتحتاج كميه كبيره من المتطوعين بتاعت اعاده التاهيل. بالنسبه لنا في شارع الحوادث لما يكون عندنا ايفنت بتاع مثلا الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الايفنت بتاع الاعياد زي هسه العيد الضحيه وعيد كده، بنكون محتاجين اكبر عدد من المتطوعين. فالناس بتلمهم الشغل الطوعي، وبعد ذاك بيمتد بعد ذاك الناس بيبقوا يتعارفوا اكثر. اي الناس بتتعارف، بتبقى في مشاريع زي مشاريع نادي القراءه اذا كانت في تعليم او اذا كان في شارع الحوادث، بتكون في المشاريع الثانيه بتخلي الناس تتواصل مع بعض بشكل اكبر. نحن حنرجع للصفحه زول في الكنترول لو عرضوها لنا، يعني في برضه في صور يعني احنا بنشوفها في الصفحه دي. يعني صوره تقريبا ده المسرح القومي، يعني في صوره بتاعت مسرح كده بيظهروا كراسي، دي الفعاليات اللي انتم بتنظموها عشان تجمعوا بيها تبرعات ولا هي دي ايام ثقافيه ولا الفكره شنو؟ تقريبا الصوره دي بتاعت اخر فعاليه اللي هي كانت الفعاليه بتاعت المسرحيه بتاعت رجال اخر زمن. الكاس بتاع المسرح اللي هو اللي شغال المسرحيه دي قدم حبه، يعني انه يقدم معونه لشارع الحوادث، وكانت سابقه يعني نحن دائما بنحاول نعمل حفلات خيريه، لكن دي كان عرض مسرحي كان العائد بتاعه ماشي لصالح مبادره شارع الحوادث للاطفال. فالعرض ده كان هو تقريبا يعني قبل العيد بمده، فكانت دي الفعاليه بتاعته. بنحاول انه نعمل جانب يعني انه نوري الناس انه دي مبادره شارع الحوادث، في جرعه تثقيفيه بعد ذاك عن المبادره. ايوه بقصاصات ورقيه او بين الناس تقعد تتكلم عن المبادره وعن الفكره بتاعتها وكذا. طيب يعني غير الكاست بتاع المسرح، احنا بنحييهم من هنا الدراميين، هم برضه يعني عندهم برضه مهمه تجاه المجتمع
دي حاجة كويسة شديدة يعني قدموها لكم، لكن لسه محتاجين إنه يبذلوا أكثر بالتأكيد. يعني غيرهم هل في منظمات تانية بتدعم؟ هل في ناس يعني رجال أعمال ثابتين إنه دائما بيكونوا واقفين معاكم كل ما تحتاجوا حاجة بتتصلوا بهم، في علاقة بينكم وبينهم، ولا الموضوع ده بس هو الدعومات بتكون فردية؟ هي حقيقة أنا مش أقول رجال أعمال أو شركات، شارع الحوادث ممكن تكون في شخصيات فعلا ثابتة بتدعم، قد تكون الشخصية دي ما يعني ما ذات مقدرة مالية عالية، لكن الزول ده حاب يساعد بيقى هو ذاته. يعني إحنا شارع الحوادث قاعدين نقول إن حلقة وصل بين الناس المحتاجة والناس القادرة تدفع. ففي زول بيكون مثلا بيقى معروف مثلا في الحلة أو في شركته أو في مؤسسته، هو بليم قروش بيوديها شارع الحوادث. أيوه. فإحنا ما عندنا ما أقدر أقول شخصيات معينة، لكن الشارع دعم الشعب السوداني كله برا وجوا السودان. يعني ما عندنا شخصيات معينة، الناس قاعدة تتفاعل مع الحالات، في ناس بيقواي بصورة دائمة هم بيدعموا. يعني أنا بحييهم من هنا، مخصصين زمن كتير حتى على راحتهم هم وراحة ناس بيتهم. يعني أنا ما أذكر أسامي لأنهم زافهم ما برضو ما بحبوا أي حاجة عشان ما أنسى زور. حبيبي الحيون كلهم حتواصل معكم في الحوار بالتأكيد، لسه في حيات كثيرة حابين نعرفها عن شارع الحوادث، ونعرف المشاهدين اللي بيشاهدوا هذه الحلقة عن الجروبات. هي جروبات كثيرة جدا في الفيسبوك بتخدم المجتمع، بس محتاج أن الناس يجيفوا معهم ويؤمنوا بهذه الأفكار اللي بيقدموها شباب من شباب هذا الوطن الواعدين جدا. هو فاصل قصير ومن بعده نعود نتواصل في نغم سوداني. مرحبا بكم مشاهدينا، نعود بعد هذا الفاصل نتواصل معكم في نغم سوداني هذه الأمسية العيدية. بنعيد عليكم تاني كل سنة طيبين، ربنا يعيد علينا وعليكم هذا العيد بكل الخير واليمن والبركات. جروبات كثيرة متواجدة معنا داخل الاستوديو، جروب شارع الحوادث بنحييكم، كمال معز ونادين السر، وحديث عن هذا الجروب وعن آمال وطموحات وخدمة أنتم بتقدموها للمجتمع. في حوار نتمنى أنه يكون خفيف عليكم، والشباب ده يقدروا يوصلوا رسالتهم ويقدروا ينشروا الفائدة للجميع. نستمع إلى لحن من النغم الخماسي وبعد ذلك نتواصل داخل الاستوديو ونواصل الحوار.
شكرا جزيلا نغمة خماسي، كل سنة طيبين للمرة الثالثة. شكرا لكم. فصل معكم مشاهدينا، ونحن لسه معنا شارع الحوادث. طيب احنا من قبل بنتكلم عن الناس اللي حابين يساعدوا، الناس اللي حابين يساهموا، الزول عاوز يستفيد من خدمات شارع الحوادث، كيف يصلكم؟ يعني زول بيكون محتاج فعلا لقزاز الدم، او زول محتاج لجرعة بتاع الدواء او كده. طيب احنا موجودين في المستشفيات، يعني انت ما حابين اوصف لك وصف معين، يعني انت لو جيت المستشفيات اللي احنا متواجدين فيها ممكن تدينا بس اسماء. اوكي طيب، جعفر بن عوف في الخرطوم، محمد الامين حامد في مدرمان، احمد قاسم في بحري، البان جديد في بحري. في مستشفيات ثانيه بنكون موجودين فيها اونكول، او لو في مستشفى ثاني يا نادين، في مستشفى البلوك، في ثوره الحاره الرابعه، في ابراهيم مالك، يعني بنكون موجودين فيها اونكول، يعني تكون ارقامنا عند المدير الطبي في حال اي حصلت اي حاجه ممكن يتصلوا بنا. طيب الاجراء العادي بيكون شكله، يعني مثلا انا محتاج جرعه بتاع الدم، يعني في استماره بملاها، ولا بس الموضوع بالتلفون، ولا لازم اجي اقابلكم في الاول انتم تقتنعوا انه فعلا انا محتاج للحاجه دي؟ طيب في حاجات طفل جوا المستشفى ده ما محتاج زول يجي يعني يوصل، يعني لكن في مرات عمليات، مثلا انت لا قدر الله في زول عنده عمليه محتاج لي 5 متبرعين بالدم. في فصائل نادره اصلا ان احنا ذاتنا يعني ما في طريقه الا تنزل في الصفحه نستفيد من العدديه الموجوده، نستفيد من تفاعلهم، يعني هسه عرفت تقري زول في الصفحه، يا ريت لما تنزل بالذات حالات الدم تعمل شير، لانه انت ممكن تكون ما فصيلتك، لكن في زول من قائمه اصدقائك هو بنفس فصيله الدم وحاب يتبرع، التفاعل ذاته مع الدم قاعد يكون كبير، فمرات في حالات لازم تنزل في الصفحه. احنا موجودين من مش يعني انا قاعد اقول شارع الحوادث، اي زول مطوع يا شارع الحوادث هو صفحه فيسبوك براو، لانه الليله انت مثلا بقى في ناس بيتعاملوا معك انت شخصيا كمطوع في شارع الحوادث، بيرسلوا لك يا اخي في زول عنده عمليه كده كده محتاج لي 5 متبرعين في مستشفى الفلاني رقم المرافق، بندي معلومات كامله بتنزل في الصفحه. بالنسبه للحالات بتاعت الادويه، من خلال وجودنا في المستشفيات دي، المستشفيات الانكول بنكون في دكاتره بيعرفونا معرفه شخصيه، بيتصلوا بالناس اللي بيتابعوا معاهم، بتنزل الحالات في الصفحة، أو هو بيشوف دعم مثلا لو عملية كبيرة أو خلافه بيحاول يجيب لها دعم، فبنأكد إنه زول محتاج بدون ما نحرجه. أيوة. إنه فعلا حتى لو زول ساهم معانا مثلا علاج ب 500 جنيه أو 500 ألف بالقديم، لو ساهم ب 5 جنيه هو ساهم. أيوة. ما عايز الناس تقول لي شكرا. الحالة اللي هي نزلت في الفيس برضه ممكن يكون ساهم. أيوة، يعني قصدي لك الكوبيشن أو والد الطفل هو لو اجتهد معانا، يعني بنحاول نتأكد بدون ما نجرحه او نمس بحاجة، انه زول ده نحاول نساله هو ممكن يساهم معنا بكم، يعني مثلا يا والد ممكن تساهم معنا بكم في الحاله. أيوه. مرات بيكون في زول انت ما قدرت تاكد 100%، لكن ممكن يجيك زول هو فعلا ما محتاج. أيوه. لكن من خلال وجوده في العنبر مع الدكاتره الموجودين، مع وجودنا في المستشفى لزمن طويله، بيسهر انه مرات في ادويه اصلا هو محتاج ولا ما يعني قادر او ما قادر، حيضطر لانه في جرعات في اليوم بمليون جنيه بالقديم يومي هو محتاج لها، فقد يضطر بعد جرعتين ثلاثه اربعه يحتاج لي مساعدتنا في شارع الحوادث. طيب يعني غير الناس في المستشفيات يا نادين، يعني هل بتتابعوا الحالات بعد ما الناس يطلعوا من المستشفى؟ يعني هل الموضوع هو الطبي بس ولا نفسي ايضا؟ لانه يعني كلام كمال ده جميل شديد، انه بيحترموا مشاعر الناس اللي بيجوكم محتاجين ده، يعني فهل في جانب نفسي برضه من الشغل حقكم ده؟ يلا العلاقه ما بيننا نحن كشارع حوادث والعيانين بيكون متابعينهم في المستشفى بعد ما يطلعوا، دي بتكون علاقات دائما اغلبها تعتمد على قدرتك انت الفرديه في انك تتابع الزور اللي برا المستشفى. تصلم. اي يعني على حسب، في حالات احيانا نحن لما تدخل المستشفى ونحتك بها يعني بيكون ظروفها اصلا برا المستشفى ذاته هي ما كويسه، احيانا في ناس بيكون ما عندهم بيوت اصلا، بيكون ما عنده حق، يعني وضع المعيشي بيكون سيء، ده احنا بنقوم بنحاول نتابعه، بتتابعه لكن بتتابعه باجتهاداتك الفردية، يعني حتى صفحات المتطوعين في شارع الحوادث صفحاتهم الشخصية في الفيسبوك ممكن تكون مدخل لانه انت تساعدهم في انه توفر لهم مجال بتاع شغل، في انه توفر لهم قروش تقدر تساعدهم بها شهريا او كده، لكن الحاجة دي هي يعني بتكون بشكل فردي المتطوع ذاته، لكن عندنا الناس اللي بيكونوا مثلا عندهم عمليات او الناس اللي عندهم ادوية شهرية، خاصة الناس اللي بيكون عندهم كبد وباي وكده ودوام شهري بيكون غالي، ده بتكون متابعهم، يعني هو طلع بعد شهر انت مفترض توفر جرعته، بيقوم بيجيك بعد شهر بيستلم جرعته منك من الورديه ذاته وبيمشي، هو بيكون ما راجع في المستشفى. فالمتابعه على حسب الحاله، على حسب القدره ذاته، على حسب القدره بتاعت المبادره انها تساعد قدر شيء. نعم. نحن حنرجع تاني للصفحه، يعني نمر عليها سريعا كده، و56 الف عضو في الصفحه، يعني رقم ضخم جدا، لكن نسبه النشاط ممكن مرضيه بالنسبه لكم انتم كمبادرين في الصفحه؟ والله يا اخي مرضيه جدا، لانه يعني انا بتكلم عن تفاعل بالدم، مرات لما الزول اللي بينزل رقم المرافق
يعني يقول لنا يا جماعه احنا بنقول له لما اول ما يتوفر المتبرعين كلنا لانه بده نقول ارقام كثيره جدا جدا يعني الحمد لله حجم التفاعل على غير كده ظاهر لنا جدا من خلال الورديات انه احنا لما تترفع الحالات الاحتياجات بتاعت اليوم بيجي التفاعل بيتم كيف يعني انت بتلاحظ انه مثلا كل يوم بتنزل احتياجات مرات مختلفه مرات الاحتياجات بتقعد لليوم اللي بعده لكن غالبا كل يوم الاحتياجات الحمد لله حجم التفاعل مرضي جدا جدا بعدين احنا يمكن في حاجه ما ذكرناها جوا الشارع احنا الاحتياجات اللي بتنزل دي بتكون موجوده في دفتر احوال الدفتر ده بتتكتب فيه اسم المريض ايوه المختبر او الصيدليه او اللي عمل فيها الفحص اسم المتطوع راقد وين المريض ده رقم تلفون المرافق اضافه الى سعر الدواء او الفحص اضافه الى كده في فاتوره اي اجراء بيتعمل في شارع الحواشي يكون في مصداقيه في الموضوع لو 5 جنيه انت حتجيب معك فاتوره بقت حاجه روتينيه خلاص كلام مفرغ منه يوم متطوع جديد لما تمشي مع اول مره بتفهم الحاجه دي اهم نقطه انه تجيب معك فاتوره غير كده بنعرف مثلا في مختبر الفلاني سعره اقل في صيدليه بتتعامل معانا بالدين فعندنا حاجات بتكون من خلال طيب يعني مساله الدم ممكن قبل شويه كمال يتكلم عن انه يعني تكونوا عاوزين قزازه واحده المرافق ده تجيه تلفونات كثيره يعني اكثر من قزازه انه الناس يتبرعوا بها الحاجات الكثيره دي هل بتودوها لبنك الدم يعني الفايض ده ولا بتعمل به شنو اكيد بالنسبه للدم دائما بيمشي بنك الدم حسب المستشفى اللي هو فيها يعني لو العيان ده راجل في جعفر بن عوف الدم حيخش تلاقي جعفر بن عوف طوالي لو في احمد قاسم لو في محمد الامين حامد حسب الحته اللي هو فيها الدم بيمشي نفس الشيء بالنسبه للدواء يعني احيانا برضو في العيانين اللي بيكونوا راقدين في المستشفى وهم طالع بيقوم بيجيب لك باقي الدواء بتاعه باعتبار انه انا خلاص خلصتها وكده ما محتاج له ثاني كتبوا لي دواء ثاني وكده ده بخش برضو في يعني في المخزن بتاع يعني بتاع الورديه هو عاده ما بيكون كبير لانه الاستهلاك يومي فبيدخل وبيمشي ل يعني لمريض ثاني نعم احنا شاكرين لكم كثير كمال معز ونادين السر اعضاء في مبادره شارع الحواز شكرا لكم لحضوركم داخل الاستوديو نتمنى انه يعني ربنا يوفقكم في المهمه دي رساله اخيره حابين تقولها لكل الناس اللي بيشاهدوا هذه الحلقه وعاوزين يشاركوا معاكم في الهم ممكن نسميه هم وطني بالتاكيد طيب انا خليني اقول اول حاجه بالنسبه للمتطوعين نفسهم انت ممكن تكون طالب او زول ما قادر تساهم ماليا عندك كم خيار ممكن تساعد لو انت من خلال الصفحه ممكن تعمل شير للحاجات بتاعت شارع الحواز عملت لايك للصفحه اسمها شارع الحواز بالعربي مثلا لايك انت كده ساهمت انت في اي ولايه من ولايات السودان او اي مدينه ما فيها شارع حواس ممكن تعمل الليله الحمد لله في اكثر من 15 شارع غير ولايه الخرطوم فيه شارع الحوادث ما بنقول احنا جوا الخرطوم جسم واحد ولاياتنا قلنا ليهم الفكره نقلنا ليهم المشاكل اللي وقعنا فيها العقبات اللي واجهتنا عشان ما يقعوا فيها ثاني او تواجههم كيف تقلب دعم انت في كزول بادي ممكن تتحرك في مدينتك انتم مع بعض كمان الاغاليم والولايات الترابط اقوى من الخرطوم هنا لانه الناس بتعرف بعض فممكن تتحرك اتصل على ارقام اعمل لايك للصفحه احنا جاهزين لاي حاجه لاي اتصال لاي مساعده ومرحبين بها بالنسبه للناس اللي ممكن يساهموا المرض والفقر دي اسوء حاجه ممكن تحصل للزول الناس في حالتها صعبه جدا في المستشفيات تعال ساهم زي ما قاعدين نقول جنيهك بيفرق فانت لو قادر تساعد ممكن تساعد بمبلغ للشارع تعال شوف الناس في المستشفى بعينك هتحس انه الناس دي محتاجين جدا لانه هم ما قادرين يعملوا اي حاجه احساس بالعجز انه هو ما قادر يساهم ولده قدامه ممكن يموت لو العلاج ما جاءه فقروشك بتفرق معاهم يا ريت تساهم بفائدك شكرا لكم كثير كمال معز ونادين السر ناس شارع الحوادث شكرا لكم لحضوركم مع داخل الاستوديو نتواصل معكم مشاهدينا بالتاكيد في نغم سوداني وجروبات في الفيسبوك زي ما قلنا يعني مهمات كثيره هي بتقوم بها تجاه المجتمع عشان تخدم المجتمع الناس المحتاجين في السودان كتار والخيرين اكثر لكن قد نفتقد حلقه الوصل في بعض الاحيان الشباب ديل هم بيمثلوا حلقه الوصل اللي احنا محتاجين لها جروب اخر سيجلس بالقرب مني ونتواصل معه في الحوار لكن بعد ان نستمع الى نغم من النغم الخماسي
شكرا جزيلا للنغم الخماسي، صوتا شجيا ولحنا عبقريا ومفردة متميزة. لسه متواصلين معاكم مشاهدينا في نغم سوداني هذه الأمسية العيدية، بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ولسه في هذا التطواف عبر عدد من الجروبات والصفحات داخل الفيسبوك. في العام 1925 برز فريق كرة محلي تكون في شرقنا الحبيب في بورسودان تحت مسمى ديم العرب، أو على طريقة أهلنا من ولاية البحر الأحمر ديم عرب. هذا الفريق كان بيلعب مع عدد من الفرق اللي تكونت في البوارج الحربية للمستعمر الإنجليزي، وأيضا لعب مع كتيبة أيضا من الجيش الإنجليزي. كان عنده إسهامات كثيرة جدا في الحركة الوطنية، لأنه فريق ديم عرب ده زمان لما كان بيكون في مباراة بينه وبين واحد من فرق البوارج بتكون أقرب لتظاهرة وطنية. في العام 1928 أصبح هذا الفريق هو فريق حي العرب. نحن بنحييهم كل المنتمين إلى هذا الفريق، كل رواد الرياضة في هذا الفريق والناس الحاملين الراية حتى الآن. جروب نادي حي العرب سوكرتا هم معنا هنا داخل الاستوديو. معاز سيدون، أهلا ومرحبا بك وكل سنة وانت طيب يا معاز. أهلا وسهلا بك وانت طيب إن شاء الله. وبنرحب برضو بوائل جنيدابي، كل سنة وانت طيب يا وائل. مرحبا بك ومرحبا بالجمهور الكريم، كل عام أنتم بخير. بهني الشعب السوداني بالعيد، وبهني جماهير حي العرب وأهلي بورسودان بصفة خاصة بالعيد إن شاء الله. أحب أرحب بكم. ممكن الجروبات اللي قبل كنا بنتكلم عن العمل الطوعي أكثر، لكن المرة دي حنتكلم عن الرياضة وارتباطها بالعمل الطوعي. وتخيلين أنتوا في العيد ده أنتوا أهل الجلد والرأس، لأنه بورسودان برضو مسألة يعني الشواء على طريقة السلات واحدة من الحياة المشهورة بها شرقا للجميع. مرحب بكم، وبداية كده عرفونا عن صفحة حي العرب سوكرتا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. نهني الشعب السوداني عموما وخاصة عشاقنا عشاق سوكرتا بحلول عيد الأضحى المبارك. حي العرب انت قدمت عنه نموذج من سي في كبير، سي في كبير جدا عن تاريخ ومجد نادي حي العرب. الجروب تكون تقريبا في 2009 من به الصحفي اخونا الاستاذ عمر لباب، نعم، تحت اشرافه. وبعد ذاك انطلقنا في انه نحن نطور من الفكره للجروب ونكون لنا دور فعال في انه يكون مساهماته اكبر وادواره طموحه تجاه المجتمع. تجاه المجتمع الحمد لله الشبكه العام الكويتيه وفرت على انه الناس تتواصل بصوره اسرع في المفاهيم والفكر يعني. فطورنا المساله وبدينا في الشغل الحمد لله، يعني صارت معارف اكبر. نادي حي العرب نادي عريق تاريخ كبير، بينه وبين بين المشجع والمحب دائما في حرص في انه هو يجي النادي ويباشر ويكون متواجد داخل النادي وكذا، عشان يكون في تواصل اكبر بين بين الناس. يمكن نعم. يعني اعضاء الجروب هم ما عددهم بفوق ال 5000 نعم. عضو، وهي مجموعه مغلقه يعني. ال 5000 دول كلهم مشجعين حي العرب، والله بعدك انتم بتقبلوا طلبات من الناس ممكن يكونوا حابين يشاركوا مع كل الناس اللي في ولايه البحر الاحمر او في كل بقاع السودان من خلال الانشطه ممكن يقوم بها الجروب. والله هو الجروب اساسا الفكره منه استقطاب كل ال المحبين لحي العرب او محبين لمدينه بورسودان، ممكن حي العرب يكون هو رمزي لها. القصد كان انه نحن نصل لكل محبين حي العرب في السودان وخارج السودان في اوروبا وفي الخليج وكذا، لكن من خلال الصفحه اكتشفنا انه في محبين لحي العرب نحن ما بنعرفهم ولا هم بيشوفوا بورسودان ولا بيعرفوها. الناس بتحب حي العرب في الفاشر وفي كسلة وفي مدني، ومعانا في الجروب وبشاركوا في فعاليات حي العرب وبنتفاجأ بهم بيستقبلوا حي العرب بتيم الكورة في زياراته في فعالياته. فبقى في هدف جديد ممكن يكون الجروب هو اللي اكتشفه انه في محبين لحي العرب في كل السودان، ما عندهم علاقة بشرق السودان، ما عندهم علاقة بحي العرب، لكن حبوا حي العرب من تاريخه
من أصالته من جماهيريته العالية المثبتة من خلال هو تاريخ مشرف بالتأكيد. أكيد أنا سردت جزء بسيط منه لكن هو تاريخ كبير. بالعودة للصفحة يمكن في صورة الغلاف اللي ظاهرة معا حتى العودة لمكاننا الطبيعي، الوقوف بقوة خلف الفريق واجب كل عرباوي. نحن يعني حنرسل رسالة انضمام وطلب انضمام من فريق البرنامج لهذه الصفحة، ومن بعدها نمشي لفاصل قصير جدا وبعده نعود لنتواصل مع جروب حي العرب سوكرتا. مرحبا بكم مشاهدينا رغم سوداني، متواصل معكم موضوع الليلة جروبات في الفيسبوك تخدم المجتمع والناس، ونحن مع جروب حي العرب الرياضي سوكرتا. مرحبا بكم مرة تانية في داخل السودي، مرحبا بكم. الله وسهلا بك. احنا عاوزين نعمل تطواف كده في الصفحة، في عدد كبير جدا من الأخبار ومن من الصور انتم بتنزلوها، هل بتسمحوا لأي عضو في الصفحة إنه ينزل أي خبر، ولا أنتم بتراجعوا بعد ذاك الأخبار والصور اللي ممكن تنزل في الصفحة؟ لا، نحن بنراجع أي حاجة تنزل على الصفحة، حريصين على إنه تكون الحاجة أساسا يعني تهم النادي أو تهم الفريق، أو كأنه الخبر أي ما شرط أن يكون عن النادي أو يكون خبر اجتماعي عن ما يدور مثلا لا قدر الله في حالة الفرح أو الكره أو كذا، فبتكون في أخبار متناقلة اجتماعيا في التواصل الاجتماعي. أيوة، خلاف إن أخبارنا عن الكورة أو الرياضة أو النقد أو الشكر أو الحمد أو السب، يعني بيصادف من ضمن الأشياء كلها أنت مفتوح للجميع يعني. نعم، ففي أشياء بتكون لازم لابد من مراقبتها ولازم يكون في عليها رقابة. أي نعم، وما بنترك الأمر على الحبل على غارب يعني. بالعودة لشعار الصفحة فوق يعني صورة الغلاف، نعم، معا حتى العودة لمكاننا الطبيعي. الفترة اللي فاتت أندية كثيرة من برسودان خرجت يمكن من الساحة الرياضية خروج مؤقت نقدر نقول عليه. أنتم من خلال الصفحة دي وبالتحديدا بالحديث عن نادي حي العرب، يعني كيف أنتم بتقدروا بعد ذاك إنه تساعدوا إنه فعلا حي العرب يرجع لمكانته الطبيعية، يستريد جمهوره، يستريد رونقه، يستريد مكانه؟ يعني إحنا قبل تكلمنا عن تاريخ، يمكن هو الناس لما بتكلموا عن هلال مريخ، لكن الان تاريخ حي العرب المقدمه اللي بدينا بها بس مقدمه كبيره شديده يعني. بس طيب، في نقطه انا معلش، حي العرب النهائي ما بيخسر جمهور. حي العرب طبعا انت ذكرت هلال مريخ، نحن ثالث قاعده في السودان على حسب الاحصائيات الاخيره، انه ثالث نادي في السودان يتمتع بقاعده جماهيريه نادي حي العرب. الالغاب اسد الشريك، السحر، الهنود، كلها مسميات خلقت من حي العرب كيان وسرح العملاق الذي يعني نحن ننظر فيه كل أبعاد إنه يكون هو آهل لأنه يكون في الممتاز. نعم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الأيام الجاية دي يكون إن شاء يعني الله عابر المرحلة القادمة. نعم، السؤال ما زال مطروح يا وائل، خصوصا جهودكم في الصفحة. أول عودة حي العرب لمكانه الطبيعي، أول حاجة أنت لازم تعرف إنه حي العرب فريق بيستمد أمواله من خلال جمهوره. الفريق نحن بنلعب في منافسة الآن في التأهيلي، الفريق الوحيد في حي العرب اللي هو ما في جهة بتدعمه، لا جهة رسمية ولا خاصة. حي العرب جمهوره بيستقطع من ماله ومن مال أولاده عشان حي العرب يرجع لوضعه، ونحن بنكون فخورين جدا إنه نحن كجمهور وعشاق لحي العرب نحن اللي بنجتهد عشان حي العرب يرجع لمكانه الطبيعي. والجروب ممكن ساهم يكون بدور كبير في 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 الحراك لاستقطاب الأموال، استقطاب الكوادر الشبابية غيره عشان الناس تدعم. انت عارف انه الموضوع بيحتاج لأموال كبيرة. عندنا ميزة تانية ممكن نحن نحمد ربنا عليها، انه نحن عندنا لعيبة بحبوا التيم بشكل كبير جدا، ويمكن التيم الوحيد الصفحة بتاعت حي العرب كل التيم هو أعضاء في الصفحة. وأنا الصباح بقرأ في الصفحة، بطالع في الصفحة، وطبعا كالعادة زول أول حاجة الصباح بطالع صفحة حي العرب مع كوباية الشاي. أيوة، أساسي الموضوع. فلقيت في بوست من لاعب في حي العرب، شاب محب لحي العرب اسمه عبد الله وهاج، بيناشد في الجماهير إنها تقيف مع التيم، وبناشد في اللعيبة إنها تقيف مع الجماهير عشان نحن نصل لوضعنا الطبيعي. إن شاء الله بإذن الله حنرجع لوضعنا الطبيعي، لأنه حنعرف هو فاكهة الدوري العام.
حي العرب أول فريق يكون عنده أغنية حقته، حي العرب سكرتها الآن بقت هي أنشودة لكل، يعني هي الدخلة بتاعت الفريق للمباريات، هي الدخلة بتاعت العرسان في المناسبات، هي في كل الاحتفالات، كل الفنانين كل الموسيقيين. لو قلنا لك لازمة، لو قلنا لك دندين لنا كده عشان ننافس ناس النغمة الخماسي، طبعا هم خبراء ناس الموسيقى والمراودي، لكن محاولة كده إنه طيب حي العرب كده خفيفة. هو أي زول بيحب حي العرب مفروض يكون حافظ أغنية حي العرب، تقول حي العرب سكرتا، حي العرب سكرتا، هلو هلا سكرتا ويا مرحبا سكرتا. مهم حاجة جميلة كده وبتدي إحساس وباور. ممكن نهديها للنغم الأخوان. وهي باور الأغنية بتاعت حي العرب، أول فريق يعمل أغنية بتاعته خاصة به. ما بنعرف اسم ألترس نحن، لكن يتخيل ليل عندنا ده هو ألترس، هو الألترس قديم. أيوة ألترس عرباوي، عرباوي قديم. نحن ما 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 أعرف أنا ألترس المقصود منه شنو، لكن اللي بيحصل عندنا في فعالياتنا هو هو اللي بيعمله هو الألترس الآن. نحن طبعا ما عاوزين ندخلك في حتة ضيقة مقارنة بينك وبين الناس النغم الخماسي. أنت عندك رونقك بالتأكيد، حيكون عندك جمهور يعني بعد بعد الحلقة يعني. هم برضو كان عندهم جمهورهم، ونحن بنعتبر روحنا واحدين من جماهيرهم الآن في هذه الحلقة. لحن حنستمع لهم من النغم الخماسي، وبعدين نعود لنتواصل مع ناس حي العرب سكر. تتابعونا. ما سألت عن
النغمة الخماسة على هذا الجمال الكامل والمكمل بالتأكيد في استوديو نغم السودان. نتواصل معكم لسه في الحوار وضيوف أعزاء يجلسون معنا نادي حي العرب سكرتاه ومرحبا بكم مرة ثانية وكل سنة وانتم طيبين. طبعا الأيامات دي في انتم معنا في الخرطوم لكن في بورسودان ريحة السلات ما بتديك الدرب يعني. طبعا نشر الثقافة بتاعت بورسودان. انتوا قبلكم بنتكلم عن ثقافات كثيرة جدا في بورسودان. انتوا قلتوا لنا يا اخي احنا عاوزين يعني نطلع مصطلح ثقافة بورسودانية. يعني انه بورسودان دي في عدد كبير جدا من الثقافات، ما عاوزين نطلع واحدة عشان تطغى على الثاني. فدوركم انتوا في الصفحة دي خصوصا الصفحة يعني واحدة من مهام هي مهام مجتمعية يعني ما كلها رياضية بالتأكيد. نعم تمام. هي فكرة ثقافة بورسودانية ناتجة من المزيج الخلق يمكن نادي حي العرب في عضويته. حي العرب بتلقى فيه الهنود، بتلقى فيه اليمن، بتلقى فيه الشماليين الشرق. يمكن الناس في السودان الرابطة حي العرب بشرق السودان للوضع الجغرافي اللي هو فيه، هو موجود جغرافيا في شرق السودان، لكن حي العرب انت ما بتحس بانه هو منتمي لجامعة. يعني لو عايزين يكون في مثال حقيقي للوحدة في السودان انت ممكن تلقاه في حي العرب. الثقافة العرباوية ممكن تكون اكتسبتها بورسودان وبقت في ثقافة بورسودانية ما عندها علاقة بجهة معينة. أنا أخذ لك مثال بسيط، الغنية بتاعت حي العرب سكرتا. أغنية حي العرب سكرتا فيها اللهجة بجاوية وفيها كلام بالعربي. الإيقاع بتاع إيقاع سماكة. الآلات المستخدمة في عزف الأغنية من غرب السودان وبغنوها كل الناس، اليمني والهندي والشمالي والشرقاوي. خلقنا في حياة العرب ثقافة نحن ما يعني الحاجة الوحيدة ممكن نسميها ثقافة عرباوية ثقافة بورسودانية بتلمنا كلنا ونحن مستمتعين بها كلنا يعني الناس مستمتعة بها. طيب بالعودة للصفحة يعني مسألة إدارة الصفحة برضو قد تكون مرهقة في أحيان كثيرة لأنه الصفحة هي أنت ما بتخش لها بمجرد لايك، أنت بتقدم طلب للانضمام. في رقابة على الناس اللي ممكن ينضموا للصفحة. وجمهور الرياضة مرات كثيرة بيكون موتر يعني ما يعني متابعة الرياضة كرة مدورة زي ما بقول الجماعة، زي ما بقول الناس الحاج مذكر زمان في الإذاعة القومية شيطان الكرة ما بتقدر يعني
فانتوا كيف قادرين تديروا المساله دي؟ يعني كيف بتعرف انه منو الفعل ممكن يكون زول فاعل وحتى لو عنده راي هو مخالف لراي الناس يوصل لكن بطريقه شويه كده يعني فير انف يعني ديمقراطيه؟ طبعا اذا بتحتاج منك المرونه في البدايه بالذات لجمهور وخلاقك تكون طويله تكون زول صبور هاي مرونه في نفس الوقت تكون حازم يعني كل الامور يمكن تجي تباعا يعني ممكن انت تهزم مباراه ورا مباراه تلقى الاراء مختلفه في التدريب مختلفه في كذا لكن المساحات اللي هي ممكن نحن ندي شيء انه الناس المرهقه دي تتكلم بتكون في حدود معينه اما مجرد ما يطلع في مس او لجرح لمجلس اداره او ذكر اسم من اخطاب او كذا او كلام في ذا فبيكون هنا دورنا بيكون الدور الحسم لكن برضو الحديث عن مجلس الاداره ممكن يكون باب الديمقراطيه يعني زول لا الديمقراطيه يقول رايه ما انا ما قلت لك المس ما قلت لك الراي في انه هو يقول راي حكيم يعني يسيء بكلمه او يجرح بكلمه في حته معينه ده بيكون له دور ثاني انه بنحاول نحن نراسه الصفحه بيشرف عليها اللي هي نحن اربعه الاخ الاستاذ عمر لباب محمد قلباوي موسى محمد باونين نحن اللي يمر على الصفحه في كل شوط نحن بنكون مستلمينا وغالبا في 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 اوقات بتكون في بعض المواضيع متناوله مواضيع غير فعاله بالدور ممكن نحن نستفيد منه فده بنحاول نحسمه اول باول وبيكون لنا بتدوم مساحه كده للهزار لا مساحه موجوده يعني. للهزل للهزار موجوده وبتحصل هسه يعني في لكن في حدود والحمد لله يعني قصه انه نحن الصفحه مغلقه شايفك انت ذكرتها اكثر من مره ادعانا لكده انه نحن وجدنا انه بعض العناصر انها هي دار تخرب فيما بيننا فبقى بقت السماء الاسماء المستعاره الاشياء زي دي بتخلق لنا نوع من البلبله ايوه المشاكل فبنحاول نصل للزول حتى انه نحن نعرف بعد الاسم المستعار وموجودين وبين كله نحن بننقح في صفحتنا في كل مره بنطلع جزئيه بتكون شغاله معارضه بتظهر يعني هسه في الفتره الفاتت دي ظهرت بعض المعارضات من بعض الاشخاص والحمد لله يعني شنو قدرتوا تتخطوا ايوه نحن سحبناهم بكل اريحيه هم عارفين يعني عارفين انه نحن وصلنا لحاجه زي دي لكن ما بنعلن او نقول والله فلان الفلاني صاحب الاسم المستعار كده لا ما بنعملها لكن بنحاول بكل برود كده نكون شنو سحبناه اهم حاجه يعني. البرود طبعا نعم. في موضوع الرياضه هاي هاي لانه الانفعال بيوتر طيب يا وائل يعني حاجات كثيره انتم بتقوموا بها ومهام كثيره لسه منتظراكم عشان تحققوا الشعار بتاع معا حتى العوده لمكاننا الطبيعي يعني احنا عرفنا انه الاسبوع العيد ده انتم برضو عندكم مناشط كده نعرف بها المشاهدين طيب نحن على مستوى الكره وصلنا الحمد لله لدور خمسه هو الدور النهائي اللي بنلاعب اربع فروق في ثلاثه منها بتصعد الممتاز وفريق رابع بيلعب سنتر ليج نحن الان البرمجه اتعملت ومن الاسبوع ده بتبدا المباريات دي مرحله الحسم وده مجهود السنه اللي فاتت والتعب اللي تعبوه الناس الموضوع ده بيتلخص في اسبوعين او ثلاثه اسابيع نحن بنطلب من جماهيرنا من جماهير بورسودان غاطبه رساله في العيد ايوه يقيفوا مع حي العرب لانه حي العرب ما عنده زول غيرهم حي العرب ما عنده زول غير القاعده بتاعته غير جماهير بورسودان جماهير بورسودان كلها تعلم انه صعود حي العرب للدوري الممتاز فيه خير لبورسودان من ناحيه سياحه التنميه اللي السايرة فيها البلد أو الولاية كل ما يجيك فروق جديدة بيجوك لعيبة أجانب جداد بيجوك مدربين أجانب جداد يشوفوا البلد أنت إضافة لك بيمشوا بيعكسوا رؤية كويسة في بلادهم الإعلام المباريات منقولة فبيبقى إن إحنا صعود حي العرب لدور ممتاز غير إنه إضافة للكورة في بورسودان هو إضافة للسياحة للتنمية لغيره في بورسودان إضافة للرياضة في السودان شور أكيد فنحن نطالب جماهيرنا إنه يربطوا الأحزمة كل أسبوعين ثلاثة نحن نصمد فيها نرجع لوضعنا الطبيعي لمكاننا الطبيعي ان شاء الله ايوه وان شاء الله باذن الله صادقين باذن الله تعالى شكرا كثير معاذ سيدون شكرا لحضوركم دخل الاستوديو
ووائل جنيدابي. شكرا. شكرا لكم وبتمنى لكم التوفيق يعني. وانا يعني انا في التحضير للحلقه دي انبهرت جدا بتاريخ حياة العرب. في كثير من الناس ما معلومات كثيره ما كانوا عارفينها ولسه في معلومات اكثر. احنا منتظرين ان تتكشف للمشاهدين. شكرا لكم. شكرا. وشكرا لجروب شارع الحوادث وايضا لجروب تعليم بلا حدود الذين كانوا الحضور معنا داخل الاستوديو. مبادرات شبابيه شباب السودان فيهم خير بس محتاجين زول يؤمن بافكارهم ويدوهم مساحة أن ينفذوا هذه الأفكار ولو على صعيد ضيق جدا. شكرا أيضا للنغم الخماسي على هذا الجمال اللي نثروها عبر شاشة الشروق في هذه الأمسية. وشكرا صوت الجميل المتفرد منى مجدي. من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر؟ من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسير؟ من غيرنا لصياغة الدنيا وتقديم الحياة القادمة؟ جيلي أنا جيل العطاء المستجيش ضراوة ومصادمة، المستميت على المبادئ مؤمنة، المشرئب إلى السماء لينتضي صدر النجوم لشعبنا، هزم المحالات العنيدة وانتضى سيف الوثوق مطاعنا، ومضى لساحات الحروب عيونه مفتوحة وصدوره مكشوفة بجراحها متزينة. كل عام وأنتم بخير. ختاما نغم نستمع له من النغم الخماسي. إلى اللقاء. عني مالو مصدوم.
بيدو.